أطلق صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية. تستهدف هذه المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان. تتشرف مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير، وهي الأكبر من نوعها لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وده هيكون جنبا إلى جنب مؤسسات العديد من مؤسسات المجتمع المدني. والحقيقة جاءت الشراكة مع صندوق تحيا مصر في الملف ده تحديدا باعتباره الأهم في الوقت الحالي، وبنؤكد أن مؤسسة حياة كريمة ستعزز على دورها الفترة القادمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية.